ليش عم تسلموا حالك؟ خلصت خلاص. بثت ميليشيا حزب الله هذه الصور التي تظهر ما قالت إنهم عناصر من تنظيم داعش في جرود عرسال ورأس بعلبك يسلمون أنفسهم لعناصر الحزب. ابتسامات عفوية على ما يبدو لم يستطيعوا إخفاءها، يتحدثون بهواتفهم بمنتهى الحرية، يمازحون بعضهم ثم يعودون للنقر بهواتفهم الذكية على الواتساب لتقضية الوقت في رحلة الأسر هذه. أنا أكثر معارك أنا قاعد مع جبهة، مع جبهة أبو مالك، إلى أن يعني إلى الأحداث الأخيرة يعني الحالية. فأول أمر يعني الأمر في لعبة. لعبة إذن منذ البداية وفقا لكثيرين، والطريف هو أن الجيش اللبناني لم يحظى حتى الآن بأسير داعشيا واحد، فهم فضلوا تسليم أنفسهم طواعية لميليشيا حزب الله التي يفترض أنها مذهبيا وعسكريا أكثر الأطراف عداوة لهم كما هو معلن وفقا لقوانين هذه اللعبة. سياسيون لبنانيون وصفوا داعش وحزب الله بأنهم أولاد عم وبأنهم يعملان معا لمصلحة نظام الأسد. محمد دغمش، العربية.